ليكم مبسوطين معانا. هنعرض دلوقتي فيديو صغير. هنعرض فيديو صغير عن كل الخدمات بتاعت السنة اللي فاتت وعن أمان الناس للسنة الجاية. فنحاول نبقى يبقى فيه تون شوية كويسة عشان نقدر نسمع الناس في البيت. ماشي؟ الشمس ضربت في عيني. ده فرصة جديدة في أرض جديدة تحت سماء جديدة. أحسن حاجة حصلت السنة كانت إن أنا جبت تليفون هنا وشفته. أنا اشتغلت في تراكتور في كوليدج. I moved out to San Ramon and I'm part of this church now. I got a job. بيت. عند ربنا اداني ليلي. اللي الإخوان سووا بيس. لا. Thomas ابني بيسأل. Thing that happened overall is that as churches we had more combined events. And I said the show that I started a lot. The best thing that happened is that Jean got engaged. And we got the removal of Morsi as a president of the church. I'm hoping I find a wife. أشتغل. أكثر حاجة أتمنى إنها تحصل.
تسبونا ايه احسن حاجه حصلت لقدسك السنه اللي فاتت؟ اي كاهن احسن حاجه في حياته الكنيسه بتاعته الكنيسه. فبتهيألي من احسن حاجات اللي تمت السنه اللي فاتت ان برغم ان الناس كانت كتير من الكنيسه لكن بحس ان انا دلوقتي لما بروح واحده وطريقه واحده بحاول يعني برغم التعداد الزياده لكن ما زالت المحبه بينهم يعني متواجده وقويه. كمان نشكر ربنا في حاجات قدمناها في الكنيسة قلناها الكنيسة من ناحية الاستخدامات الخاصة بالمنجليات والبيبوكس والعود حاجات زي كده برضه ربنا كل إدارة الكنيسة أكيد بتفرح أبونا الكاهن وشاعر إن الخدمة السنة اللي فاتت كانت أفضل بكتير من الفترة اللي قبلها السنين اللي قبلها وشاعر بمحبة الخدام وشاعر بإن الخدام عندهم نشاط وأجمل الحاجات اللي حصلت إن أنا طلعنا منتجة عملنا كده لقاء وعملت سؤال للخدام بتوع الكنيسة وأديت كلنا باستثناء كنا حوالي حاجة و50 واحد خادم وخادمة كلنا كنا راجعين فرحانين مبسوطين ومجانين يعني روحيا متعزين يعني كتير. طب ايه اكتر حاجه قدسك تتمناها للسنه الجايه؟ اتمنى ان احنا نخلص شويه الحاجات اللي عايزين نعملها في نفس الاحد نعيد تنظيمها تاني القاعه بتاعت اللقاءات اللي الاكل ومستغلها في المناسبات نخلصها ونعملها بطريقه تكون دقيقه للكنيسه. اتمنى انه تزداد أتمنى على مستوى الخدمة التنوع في الخدمات يعني بس السنة اللي فاتت عملنا اجتماع على كرمة وابتدينا اجتماع حلو خالص جنب الفشل ناجح جدا. أتمنى التنوع في الخدمات تنمية بحيث تناسب كل الناس وأتمنى الاستقرار الحقيقي للناس من ناحية الأعمال من ناحية الدراسة من ناحية البيزنس مثلا هيفتحوا بيزنس أو خاصة بالتجارة. أكيد الحاجات دي كلها بتدي استقرار للأسرة وبتدي استقرار كمان للكنيسة. طب وإيه أكتر حاجة يا منى نفسك تتغير من السنة اللي فاتت للسنة دي؟ هتبقى على مستوى مصر الحقيقة لأن ما ننساش بلدنا أبدا مصر. إحنا جايين هنا سفراء إلى بلادنا مصر وكنيستنا القبطية المصرية الأرثوذكسية فإحنا نتمنى الأصل لبلدنا وأصل منطقتنا هي مصر الاستقرار نتمنى لها الهدوء نتمنى لها بنصلي من أجل إن يكون يبقى واحد يشتغل بروح واحدة نتمنى كنيستنا كمان أنا أحب أوي التغيير في الكنيسة وده إحنا كلنا ملاحظينه إنه يعني رئاسة الكنيسة بدأت تتباطأ والآباء الأسلفة عندهم فكر بيحاولوا ان هم ينظموا الكنيسه القبطيه اكتر ويحاولوا ان يبقى تركيز اكتر في الخدمه فاتمنى الحاجات ديت واتمنى التغيير طبعا لبلادنا بصفه خاصه للافضل وللاحسن اقتصاديا وكنسيا واجتماعيا ومن ناحيه الاعمال والاجيال كلها ربنا يبارك في مصر ويغير مصر اكتر بحيث تبقى دايما بلد طاقه. شكرا. احسن حاجه حصلت لي السنه اللي فاتت ان انا حملت كتير يعني كل حاجه حلوه حصلت لي. هنقدم سكتش لمده 5 دقايق بس رجاء بس هدوء تام رجاء محبه يا ريت ونحاول على قد